مرحبا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين فقرتنا معاكم بي اون تايم. خليني اقول لحضراتكم النهارده ايه ابرز عناوين الاخبار. معانا اخبار كتير جدا، ولكن اقول لكم ايه ابرز عناوين الاخبار على الساحه الرياضيه. الاهلي يستأنف تدريباته اليوم، وفايلر يقود المران بعد سلبيه المسحه. وكارتيرون يحدد 24 ساعة أجازة للاعبي الزمالك في معسكر برج العرب. الإسماعيلي يواجه أسوان ودياً الخميس استعداداً لعودة الدوري. المصري يركز على التدريبات البدنية استعداداً لاستئناف الدوري. مختار مختار يصطحب قائمة الإنتاج بالكامل وأربع ناشئين لمعسكر شرم الشيخ. الطلائع يتفق مع المقاصة والمقاولون وإنبي ونادي مصر لخوض 6 وديات. إنبي يخوض سلسلة وديات مع فرق الدوري بعد سلبية المسحة الثالثة. وسموحة ينتظر جدول الدوري لتحديد موعد المعسكر المغلق.